تفضل أختي لبنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي واحد سؤال بس. تفضل. أسأل عن حكم ضرب الأمثلة في حياتنا اليومية مستمدة من القرآن. كان مثلا يقال لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، أو كفى الله المؤمنين شر القتال، أو أمثلة من القرآن في حياتنا اليومية. واضح. شوف أختنا لبنى من السعودية سألت الشيخ عن ضرب الأمثلة في حياتنا اليومية المستمدة من القرآن. هذا يسميه العلماء الاقتباس. وهو اقتباس شيء من القرآن استشهاد في كلام الناس، وإذا كان الكلام في أمر صالح لا يستلزم امتحانا للقرآن ولا تحريفا للكلم عن مواضع ولا استهزاء به فلا بأس إن شاء الله تعالى، وينبغي أن لا يكثر بل يقتصر على ما تقتضيه الحاجة. فإذا قال مثلا يعني لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم، وهو يريد هذا المعنى، وفعلا لو أنه يعني سأل لبدأ له ما يكره، فهذا استشهاد صحيح وليس فيه تهكم ولا مزح. لكن لو أنه استدل بشيء من القرآن على مقام التهكم والضحك فهذا فيه إشكال، مثل ما يفعله بعض الناس. يقال أن معلما دخل على فصل، فلما دخل واستوى ليدرسهم قال يا شيخ ما أنت عندنا اليوم، قالوا تشابه البقر علينا وخرج عنه. فهذا نوع من يعني الاستشهاد في غير محل، لأن أولا فيه امتحان له أولا ليس بقرا، لكن هو عموما الأمثال تقال ولا يقصد لا يقصد لفظها، إنما يقصد معناها العام وهو أنه اشتبه عليه الأمر. أحسن الله إليك.